ها صافي هو داك تس 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 صافي صافي متابعي موقع طنجاوي الأوفياء، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ميكرو طنجاوي. والسؤال ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم هو كيفاش دوزوا طنجاوه العطله ديال الصيف. خليكم معايا خي يوسف عن سقسي، كيفاش دوزتي العطله ديال العيد؟ قلت لك العطله ديال العيد كيفاش دوزتي العطله ديال الصيف؟ صافي نقول لك انا اولا كنعيش الليله خي ايوب فهمتي، والعطله الصيفيه قول الصيف سير واحد جو العومه سيده خفافيه من الطندوره. والله العظيم حيت ما عنديش ما العوم بزاف، كنخاف نغرق وكذا، سيده غرقت صدات تنفخ صفقه فوق الماء. المهم كندخل مودي وكذا باش كنبقى مزيان مع سيدي ربي فهمتي. وكنت صدرات من يدي واحد الضربه من يديات الصيفيه وطلعت مخيط خيطولي في النار. ما عرفتش واش انا بنادم ولا سمكه. ومن ناحيه ديك القصه شحال خسرت احسن ما تسقسينيش يا اخي. لا شحال خسرتي شحال خسرتي فهاد الصيفات؟ فهاد الصيفيه شنو نقول لك، كنت عاشرت شي اصدقاء السوء بيدهم مع هذه الميديا خرجوني على الطريق القهوه ديالي، يعني خسرت الخاوه. الحمد لله الموتور باقي ما بعتيش. لا الموتور باقي الحمد لله، لي كار اسمي لا صوره تاع كلشي موجود الحمد لله. فين قلتي الصيفيه ما خرجتيش الى طنجه؟ لا ما خرجتش الى طنجه. علاش ما خرجتيش الى طنجه؟ كرتاح في طنجه لان ما عندك فين تمشي اخي ايوب فهمتيني. عاد الدور تقول الحبيبه هي طنجه، اللهم عاود برد في مقاله في بحر الدراويش، كتبرد كطلع بحال كدوش كترب باسيو في اجمل مدينه في المغرب في العالم حسب كيما. السلام عليكم. عليكم السلام. خويا ديالي عن سقسك، كيفاش دوزتي العطله ديال الصيف؟ مدخله مزيانه. فين دوزتيها؟ كل مره في كيفاش كل مره في شحال خسرتي؟ 20 درهم ملي متفزت مع داك الوقت. شحال دوزتي مده؟ ها؟ شهرين ب 20 درهم. طلعنا تيتوان تخيبنا صافي حتى كيفاش دوزنا. شحال تقريبا خسرتي؟ تقريبا والله الا ما كتحسبوش اخا وافنت الله يرزيني الصحه، كتزيد تخسر في الليله حتى 4000 درهم. تي واحد الليله ما خسرتش درهم تتبع العشيه هو كيخلصين. وفلوس واش اللي خسرتيهم ولا لا؟ شوف انا كنجيبهم بالليل وفي الصباح كنخسرو. عاوتاني الا جبتهم في الصباح خسرهم بالليل. المهم يبقاو شي عندك؟ ما يبقاوش. اه في الجيب ديالنا شحال دابا؟ شحال عندنا بزاف. شحال عندك في الجيب؟ غادي تقول لك اخا والله ما كاينش بزاف اخا. هادو اليوم بالليل غيخسرو. هادو اليوم غيخسروا بالليل اخا. هادو بالليل صافي مشى انا مشى غيخسروا بالليل. عايش معك باطل هذاك ولا لا؟ راه مزوج انا طلقت واجوز. تحيه خاصه الدراري ديال كولي، الدراري الجماعه واحد طنجة ما كيخدموش حيت 5000 ما كتقدوش. الريح اخي خليك الريح. الله يعزك. شكرا بزاف. شكرا على البرنامج. الله يرحمك. الله يسهل عليك. اللهم امين. شكرا. الله يرحمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خاو ديالي عن سقسي، كيفاش دوزتي العطله ديال الصيف؟ عطله الصيف دابا خاو انا شعرا جوج صيفيات قوزتهم داخل في الحبس فهمت. قوزناهم مع عمي بلا ما الما كيجي ربع ساعه في الليل ونهار بلا مع عمي والحراره 42 الحراره. شنو بلاصه؟ فريسانه. كتعرف فريسانه؟ ثلاث دريسانه. هو عمي شنو نقول لك؟ يعني الصيفيه دوزتيها في الحبس؟ دوزناها في الحبس. لا ما لا نعمه لا بلا ما نقول لك. خصك تجيبها لراسك عمي. الدوله ما كيجيبوا لا رياسن زايدين فخطة جدادك خصموها بلا اربعة الناس. ما عندكش يا عمي سينا لا يصرف عليك يعني توفى تما فهمت. هادشي اللي نقول لك المرضي ديالي الصيفيه دابا عادك حنايا نقوزوها. الصيفيه عاد دوزها في الشتاتين نقوزوها اليومين هاد مع عائله. واش هادشي اللي كاين الخاوي؟ واخا خاو شكرا بزاف. الله يرحم بابك. الله يعزك. كان بانو دابا دوزي مولا. اسمه في طنجاوي. طنجاوي طنجاوي وفي حالك. الله يعزك. عن سقسك الخاوي ديالي فين دوزتي العطله ديال الصيف؟ دوزتها في قصر صغير الخاوي ديالي. قصر صغير؟ قصر صغير. شنو عملتي في قصر صغير؟ خيمنا وسالم صباحا وكذا ولي الكورنيش وكذا جينا غايه انا ولا شي ورا غايه قول لي والله الا غايه ما جابش لا خونا مارسا ما جابش لا عاود سينا شحال خسرتي؟ شحال خسرتي في هذه العطله الصيف؟
كيدبش عليك اخاوي الدراري خلصوا عليا عيد الدراري اللي صوفاو عيد صوفاو نيس ثلاث صيف الخاوة الحمد لله هذا العام هذا جوزنا احسن من العوام اللي فاتوا هذا العامين هذا زين عارف كورونا جسم كاوسر والله هذا العام هذا دخل الدريد على برا عاوسان فهمت الرجاليه ايه وخدمنا في العيد الكبير بحال اللي كنا كنخدموا شحال هذه دبرنا على راسنا خيمنا سطابنا هذا العام هذا فين خيمت هذا العام خيمنا في قصار خيمنا في ترغا المهم دورنا هيدا فهمت خسرتي مادة وسال صراحة خسران حق العاوتة اللي خسرناه دخلنا فهمت الأمور كانت مروجة هاد الأيام مسالك كل مصروف داخل خارج إيوا تسمى فهمت حق دابا تخلص قطرة عاوتة تسمى كتخش كتخلق قطرة فيك كدوز قطرة الخاوس إي والله إي لا تسمى إي مخشي في الحومة مكي لا قراية والله إي الله يكون معنا وسال والله عدل ما عنده خير أحمد الله يرحم بابك الله يعزك بارك الله فيك خاودي لي عن سقسي كيفاش دوزت العطله ديال الصيف انا خاوا دوزنا خاوي في تشالي فين ندوزوا خاوا حنا يمتلو في ما دريت الحومه وكذا وكل مره في مخيمات تينا دابا قلتي عيف الحومه دابا كل مره في مخيمات المهم خاوا كنعاودو بحر تشالي قريبه خاوا جو الخلف اساسنا في تشالي خاوا بحر ها وخدم جماع مادة وخشي إلى بعيدة شحال خسرتي فهاد الصيف هاد؟ أخا نقول لك أخا اللي خسرته اللي كيجيبو النار كيديه الليل والصيف شحال نقول لك أخا قدر لي شحال نقدر لك أخا وكلنا شحال خرج هناك أخا ما كتحس بفلوس أخا المهم فلوس موجودة بعد في طنجة الله يلا كاين الخير أخا تسي واحد تبقاش والسلام تسي واحد ما كيموت بالجوع في طنجة أخا عمرك سمعتي شي واحد مات بالجوع لا والله خلي حظ عمر ديالك أنا 25 عمرك سمعتي شي واحد مات بالجوع لا والله الحمد لله طنجة فيها كيفاش دوز فين دوزتي العطلة ديال الصيف العطلة أنا كنجوز دابا حاليا حيت أنا ما كنسكنش هنا فين كتسكن؟ كنسكن في برشلونة بحال راكب العربية ماشي زعما عايش تما فاهم جايبين واحد 4 سنين في الغربة سهل علينا ربي وجينا هنا دابا الحمد لله كدوز الكونجي ديالك في طنجة جايب شي شهر وجو سيمانات دابا هنا شحال خسرتي؟ ما سخيتش نطلع شحال خسرتي فلوس؟ اللي جبتو معايا خسرتهم دابا كنخسر فلوس ديال الدراهم شحال خسرتي تقريبا؟ لا مشاو لنا فلوس الله يعين تقريبا مشا كثار ثلاثة واش جوج بكم ولا لا هذا عايش هنا غير متشكت مع اللي كيدوز كونجي ما دوزش الكونجي تي لا ما دوزش الكونجي لا ما دوزش الكونجي يعني عايش مع اللي مدوز كونجي عايش مع اللي مدوز الكونجي وحتى هنايا كنكون وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم خلونا تسمى في التعاليق كيفاش دوزتوا العطلة ديال الصيف واش خسرتوا فيها ديال الفلوس كان معكم أيو جباري أمور كاميرا الغسالة سفيان العشاب نتلاقاو في فيديو جديد السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.